بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ مع بعض في الموضوع الأول من موضوعات التحليل العددي، وهو التحليل العددي للمعادلات التفاضلية. التحليل دوت قدمه 2 من العلماء، أويلر وكوشي. عايزين نعرف يعني ايه معادلة تفاضلية، عايزين نعرف يعني ايه تحليل للمعادلة التفاضلية، وكمان نعرف بعض قواعد التفاضل اللي هتساعدني في فهم الموضوع دوت. تعالوا كده مع بعض نشوف ايه قصة المعادلة التفاضلية. المعادلة التفاضلية دي معادلة تحتوي على تفاضلات. يعني ايه تفاضلات؟ يعني مشتقات. بعضنا يمكن نسي التفاضل، فعشان كده في بعض القواعد اللي هنفتكرها مع بعض. معادلة بتحتوي على تفاضلات بالنسبة للمتغير سين من اي رتبة. طب كلمة رتبة دي معناها ايه؟ دي هنعرفها في الصفحة اللي جاية. طب بس الاول نعرف يعني ايه كلمة تفاضل. علشان اعرف يعني ايه كلمة تفاضل، لازم الاول اراجع مفهومي للدالة. هي ايه الدالة؟ الدالة ببساطة معادلة، يعني طرف ايمن وطرف ايسر وبينهم علامة يساوي، ادي معنى الدالة. طب قول لي مثال كده على الدالة. اقول لك ص في طرف بتساوي 5 س زائد 8 في الطرف الثاني. يعني الصاد بتبقى في طرف في جنب لوحدها، والسينات والارقام في طرف. ده المقصود بايه؟ بمفهوم الداله. طيب ايه الفرق بين الصاد والسين؟ امال وليه عزلوهم عن بعض؟ ليه بقت الصاد في جنب والسين في جنب؟ قالوا السين ده اسمه المتغير المستقل، اما الصاد فبيسموه التابع. سموا السين مستقل ليه؟ علشان هو اللي بيتحرك الاول، هو اللي بيتغير الاول. وسموا الصاد تابع ليه؟ عشان الصاد هي اللي بتمشي وراه، هي اللي بتتحرك بعد كده. اديني مثال كده من الحياة العملية. في مثال واضح قدامنا. انت تعرف لما الدخل بتاع اي انسان بيزيد بيحصل ايه في الانفاق بتاعه؟ بيزيد. ايه ده؟ يعني الدخل اللي اتحرك الاول وبعد كده الانفاق مش وراه؟ قال لك اه، عشان كده بيسموا الدخل مستقل، لان هو اللي اتحرك الاول، وبيسموا الانفاق تابع. فيسموا الدخل سين ويسموا الانفاق صاد. طب وايه حكاية متغير دي؟ قال لك اه، مش الدخل دوت بيتغير؟ مش كل سنة عن سنة عن سنة الدخل بيتحرك، وكذلك انفاق الانسان بيتحرك. طب التفاضل بقى دوره ايه في الموضوع؟ التفاضل هنا بيخش في حتة مهمة جدا، انه بيقيس معدل تغير الصاد بالنسبة لتغير السين. معدل تغير الصاد اللي هو المتغير التابع بالنسبة لتغير المتغير المستقل اللي هو السين لحظيا. ده مفهوم التفاضل. عشان كده لما تيجي تبص لرمز التفاضل ما تستغربش. رمز التفاضل ده الصاد على دال سين. يعني ايه دال صاد على دال سين؟ يعني تغير صاد على تغير سين، زي ما هنشوف في الصفحة الجاية واحنا بنراجع مع بعض قواعد التفاضل. دلوقتي في ملحوظة كده صغيرة قبل ما اخش في القواعد، اللي هي ايه هو رمز التفاضل. التفاضل رمزه دال صاد على دال سين او صاد شرطة. ده التفاضل الاول. التفاضل الثاني رمزه ص شرطتين او د 2 ص على د س 2. والتفاضل الثاني ده هو تفاضل التفاضل الاول. التفاضل الثاني هو تفاضل التفاضل الاول. وكذلك الحال التفاضل الثالث رمزه ص 3 شرط. وفي رمز ثاني اللي هو د 3 ص على د س 3. وبرضك التفاضل الثالث هو تفاضل التفاضل الثاني. في حاجة بقى عندنا لازم ناخد بالنا منها، اللي هي رتبة المعادلة التفاضلية. الرتبة دي بتتقاس على ايه؟ على اساس اعلى اس، على اساس اعلى مشتقة في المعادلة. فمثلا ص شرطة زائد 5 س بتساوي صفر. المعادلة دي من الرتبة الاولى، لان اعلى مشتقة فيها، اعلى تفاضل فيها هو ص شرطة. دي من الرتبة الاولى. انما لو في ص شرطتين يبقى المعادلة دي من الرتبة التانية، زي ما هنشوف في الصفحة اللي جاية. ص شرطتين ناقص 3 ص شرطة بتساوي ص. دي معادلة تفاضلية من الرتبة التانية، عشان أعلى مشتقة فيها ص شرطتين، وهكذا. تعال بقى نتكلم على حل المعادلة التفاضلية. حل المعادلة التفاضلية، الهدف من حل المعادلة التخلص من المشتقات الواردة في المعادلة. التخلص من المشتقات الواردة في المعادلة معناها ايه؟ معناها ان انا عاوز اشيل الص شرطة والص شرطتين واحط مكانهم ما يساويهم. ادي معنى كلمة حل المعادلة، ان انا اعوض عن الص شرطة باللي بيساويها، واعوض عن السين عن الص شرطتين باللي بيساويهم لو كان في ص شرطتين في المعادلة. والكلام ده هيتطلب منك عشان تشيل ده وتحط مكانه ده،
ان انت تعرف قواعد التفاضل، لان قواعد التفاضل هي اللي هتجيب لك الستات شرطه اللي هتاخدها تعوض بيها، وهي اللي هتجيب لك الستات شرطتين اللي انت هتاخدها تعوض بيها. طب تعالى كده نراجع بعض القواعد. هو قواعد التفاضل كتيره، بس انا واخد منهم 3 4 قواعد بس في شكل ايه، امثله على طول عشان ما اخشش ايه في كلام كتير، بحط المثال عشان تبان فيه القاعده. فمثلا بيقول لك لو عندنا داله ص بتساوي س اس 3 زائد 5، الداله ديت لو عايز افاضلها، عايز اجيب الستات شرطه بتاعتها، اخد بالي من القاعده بتاعتها. الداله دي محتاجه ان انا اعرف قاعدتين بقى. تخيل قاعده بتفاضل الس اس 3 وقاعده ثانيه بتفاضل الخمسه. ففي قاعده بتفاضل الس اللي عليها اسس، القاعده دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك نزل الاس على السطر. يعني الثلاثه اللي فوق الس تنزل على السطر. وبعد كده تكتب الس جنبها. وبعد كده تطرح من الاس واحد صحيح. يبقى انت دلوقتي علشان تعمل التفاضل س عليها اسس، بتنزل الاس على السطر، وبعد كده بتروح تطرح من الاس بتاع الس واحد. دي قاعده معروفه كده، الس المرفوعه الاسس. طب امال الخمسه اللي جنبها بقى زائد خمسه دي؟ قال لك دي بتخضع لقاعده ثانيه. يبقى انا كاني دمجت قاعدتين في المساله دي، قاعده الس المرفوعه الاسس ودي عرفناها بتتعمل ازاي، وقاعده ثانيه بتقول لك تفاضل المقدار الثابت بصفر. مقدار ثابت يعني ايه؟ يعني مفيش جنبيه س، مقدار ثابت زي الخمسة زي الثمانية زي اي رقم ثابت في الدنيا. يبقى كده التفاضل الاول اللي هو ست شرطة اللي انا هحتاجها بعد كده عشان اعوض بيها في المعادلة التفاضلية، ست شرطة بتساوي 3 س اس 2 زائد صفر. كده خلصت التفاضل الاول. طب في مسألة تانية قدامنا اهي، لو ص بتساوي س اس سالب 4، س اس سالب 4 دي س مرفوعة الاسس، بتتفاضل ازاي؟ سهلة، ننزل الاس على السطر وبعد كده نكتب السين ونروح نطرح من الاس واحد زي ما اتفقنا. لما اجي اطرح من السالب 4 واحد تطلع بسالب 5. تقول لي ازاي دي؟ اقول لك سهله. ما هو لو واحد مثلا خسران 4000 جنيه وجي خسر 1000 كمان، يبقى كده خسرته الكليه كام؟ هتقول لي خسرته 5000. يبقى كده سالب 4 سالب 1 تطلع سالب 5. ولو انت تريح نفسك دخل الحاجات دي على الاله على طول، قول سالب 4 ناقص 1 على الاله. طب تعال نشوف قاعدة كمان من قواعد التفاضل اللي هو بتاع حاصل ضرب دالتين في بعض. حاصل ضرب دالتين يعني ايه؟ يعني الصاد في طرف بتساوي في الناحية التانية قوسين مضروبين في بعض، زي ما هنشوف دلوقتي. لو صاد بتساوي بين قوسين 3 س زائد 5 مضروبة في س تربيع زائد 7. خد بالك التربيع بيتكتب فوق السين مش تحتها او مش جنبها. قاعدة التفاضل هنا بتقول لك ايه؟ بتقول لك س شرطة تساوي التفاضل بيساوي تفاضل الدالة الاولى في الدالة التانية تنزل زي ما هي، زائد تفاضل الدالة التانية في الاولى زي ما هي. فيقول لك التفاضل الاولى في التانية زائد تفاضل التانية في الاولى. طب تعال نطبق الكلام ده. بس واحنا بنطبقه واحنا بنفاضل الدالة الاولى اللي هي 3 س زائد 5، هلاقي نفسي بخش في قاعدة وقاعدة. ليه؟ لأن في إشارة زائد في النص، فدي هتطبق عليها قاعدة ودي هتطبق عليها قاعدة. الخمسة أنتوا عارفين القاعدة بتاعتها اللي هي تفاضلها بصفر، لكن التلاتة سين دي بتخضع لقاعدة جديدة بتقول لك إن لو في رقم جنب السين ينزل في التفاضل، يعني تفاضل التلاتة سين بتلاتة، تفاضل العشرة سين بعشرة. إشمعنى؟ قال لك إن الرقم اللي مضروب في السين بينزل عند التفاضل. ليه؟ لأن مفروض ان السين ديت اللي موجوده مفيش عليها اسس من فوق خالص عشان تنزل جنبها، فمفروض ان السين اللي موجوده دي الاس بتاعها واحد صحيح، بس مش مكتوب لان ما بنكتبش احنا الاسس لما بتكون واحد. فمفروض لما اخد الواحد ده انزله جنب التلاته، فالواحد يتضرب في التلاته تطلع بتلاته. طب والسين كده مش هتبقى عليها اسس، ليه بقى؟ لان الواحد اللي كان فوق انت خدته نزلته، فلما تطرح واحد من الاس يطلع لك سين اس صفر. طب انتوا بتوع تحليل عددي وعارفين ان اي رقم في الدنيا اس صفر بيتلاشى، يعني س اس صفر دي بواحد، عشان كده س ايه ما ظهرتش، اللي ظهر بس 3 في 1 ب 3. طيب تعالى بعد كده بقى نطبق القاعده اللي احنا لسه كاتبينها الكبيره دي اللي مالت السطر. س شرطه بتساوي تفاضل الاولى في الثانيه زي ما هي زائد تفاضل الثانيه في الاولى زي ما هي. القصه سهله قوي، تفاضل الاولى 3 س زائد 5 تفاضلها ب 3 زي ما اتفقنا. بعد كده الثانيه تنزل زي ما هي، يبقى هنزل س تربيع زائد 7 زي ما هي. طب تعالى بقى نشوف
بقية القاعدة، تفاضل التانية في الأولى زي ما هي، تفاضل التانية الدالة التانية اللي هي س تربيع زائد 7، دي تفاضلها عبارة عن إيه؟ س تربيع تفاضلها 2 س، عشان الاتنين بتنزل على السطر والسين تنزل جنبها، وبعدين 2 ناقص 1 يختفي الأس بتاع السين يبقى بواحد. بعد كده السبعة تفاضلها 0، فيبقى إذا تفاضل التانية عبارة عن 2 س. 2 س ديت بتتضرب بقى في ايه؟ في الاولى كما هي، تكتب القوس زي ما هو اللي هو 3 س زائد 5. بعد كده في عندنا تفاضل الداله الاسيه. الداله الاسيه صورتها كالاتي: ص في طرف بتساوي في الناحيه الثانيه ه، واله دي مكتوب عليها من فوق اي داله في الدنيا بقى، 7 س زائد 8، 9 س زائد 10، اي ارقام بتتكتب فوق وجنبها س. القاعده بتاعت التفاضل بتقول لي التفاضل بيساوي تفاضل الاس في الداله نفسها، تفاضل الاس في الداله نفسها. تعال خد مثال: لو ص بتساوي 5 س زائد، لو ص بتساوي ه اس 5 س زائد 2. على فكره اله دي كنت عايز اقول لكم فكره عنها، اله دي مقدار ثابت، اله ده رقم ثابت بيساوي 2 علامه 718 من 1000. 718 من 1000، يبقى انا كده مقرب 3 منازل جنب العلامه، لكن هو في حقيقته اكبر من كده بكتير، يعني في ارقام جنب العلامه ملهاش نهايه، بس احنا خدنا 3 ارقام بس، وده رقم بتوع الرياضه عارفينه 2 و718 من 1000، بس احنا مش مطلوب مننا حفظ الرقم ده، احنا مطلوب مننا نعرف بس ايه شكله. ه دي لما يكون في فوقيها داله، فبنعمل تفاضلها ازاي؟ بنقول تفاضل الاس، يعني تفاضل الداله اللي فوق دي في الداله نفسها. تعال نطبق على مساله: لو كانت ص بتساوي ه اس 5 س زائد 2، تعال فاضلها، هتقول لي تفاضل الاس في الداله نفسها. تفاضل الاس 5 س زائد 2 دي نفاضلها ازاي؟ بسيطه، ال 5 س تفاضلها بخمسه زي ما قلنا فوق واحنا بنفاضل في المساله بتاعت الاقواس، ان الرقم اللي جنب السين بينزل عشان السين بتختفي عشان بيبقى اسها صفر، يبقى تفاضل 5 س بخمسه. اما تفاضل الاثنين بزيرو ما يتكتبش، الزيرو ما يتكتبش. بعد كده بقول في الداله نفسها، يعني بضرب في ه اس 5 س زائد 2. تعالى نشوف قاعدة كمان من قواعد التفاضل، اللي هو التفاضل اللوغاريتمي. التفاضل اللوغاريتمي شكل الدالة اللوغاريتمية بتبقى عبارة عن ص في طرف بتساوي لوغاريتم الدالة في الناحية التانية، واللوغاريتم بنختصره بكلمة لام واو. تعال نشوف تفاضلها بيساوي ايه. سهل جدا، تفاضلها عبارة عن تفاضل الدالة على الدالة نفسها، ص شرطة بتساوي تفاضل الدالة على الدالة نفسها. خد مثال عليها: إذا كانت ص بتساوي لوغاريتم 5 زائد س تربيع، إذا كانت ص بتساوي لوغاريتم 5 زائد س تربيع. في الحالة دهيت بنفاضلها بقاعدة لذيذة قوي، بتقول لك هات تفاضل تفاضل الدالة على الدالة نفسها، تفاضل ال 5 زائد س تربيع بكام؟ هتقول لي الخمسة تفاضلها بصفر ما يتكتبش، والسين تربيع تفاضلها باتنين سين. ايه اللي انا عملته؟ نزلت الاس على السطر وكتبت السين من غير اس، عشان هيبقى الايه؟ لما نخصم من الاتنين واحد مش هيتبقى حاجة فوق السين. ده التفاضل حطيناه فوق، ده التفاضل حطيناه فوق في البسط، وفي المقام تحت بنكتب 5 زائد سين تربيع. دول الكام قاعدة اللي انا كان بودي نراجعهم من الرياضة اللي خدناها في سنة أولى، ودلوقتي هنبدأ نشوف حل المعادلات التفاضلية عشان نتخلص من المشتقات، عشان نتخلص من المشتقات اللي موجودة جواها. والخطوات بتاعت الحل بتتلخص في 3 خطوات بس، ما بحبش اقولهم دلوقتي. ليه؟ علشان هيبقوا غامضين، انا اقولهم جوه مسألة افضل علشان تبان الايه؟ تبان الخطوات ديت. هناخد مسألة اللي هي صفحة 10 في الكتاب. بتقول ايه المسألة دي؟ بتقول لي اثبت ان ص بتساوي س اس 3 تعتبر حلا للمعادلة التفاضلية الآتية. نقرأ المعادلة التفاضلية مع بعض، نلاقيه بيقول لي س ص شرطة، س مضروبة في الص شرطة، ناقص 3 ص بتساوي 0. خطوات الحل بتتلخص في 3 خطوات. الخطوة الأولى إن أنت تجيب المشتقات اللي جوه المعادلة التفاضلية. ما فيش غير مشتقة واحدة اللي هي ص شرطة بس، أروح أجيبها. إيجاد ص شرطة، ص شرطة بتساوي إيه؟ أرجع للدالة اللي مكتوبة فوق باللون الأزرق جنب إثبت أن، أروح أفاضلها. تعرفوا تفاضلوها؟ هتقول لي أه، ص بتساوي س أس 3 تفاضلها عبارة عن 3 تنزل على السطر في السين أس 2 زي ما اتفقنا. كده خلصنا الخطوة الأولى
من الخطوات الثلاثة. الخطوة الثانية بروح أعوض عن الصاد شرطة وعن الصاد كمان في المعادلة التفاضلية، يعني بالعربي أنا مش عايز أخلي في المعادلة التفاضلية غير سينات فقط، سينات وبس، ما يكونش فيها أي صادات ولا صاد شرطة فيها ولا صاد شرطتين، أتخلص من أي حاجة اسمها صاد فيها. طب تعالى نعوض. التعويض معناه إيه؟ أول حاجة هتقابلك في المعادلة س مضروبة في ص شرطة، تقول له الس تنزل عشان دي مش هنعوض عنها بحاجة لأن أنا محتاج الس، فبنزل الس زي ما هي وبعدين أروح ضاربها في ص شرطة، ص شرطة لسه مطلعينها ب 3 س تربيع، أروح كاتبها بين قوسين. يبقى كده خلصنا أول جزء في التعويض اللي هو س في ص شرطة. بعد كده ناقص 3 مضروبة في ص، يبقى ناقص 3 تنزل علشان دي ما فيهاش تعويضات. الصاد بقى بنحط مكانها س أس 3 اللي هي جت في رأس التمرين من فوق. بعد ما ساعدتك عوضت عن الصاد شرطة وعوضت عن الصاد، بتنزل علامة يساوي زي ما هي في مكانها وبتنزل الصفر في مكانه. ليه؟ عشان تحافظ على توازن المعادلة، لأن المعادلة فيها طرف أيمن وطرف أيسر وبينهم علامة يساوي زي ما اتفقنا، فلازم أحافظ عليها، فبنزل علامة يساوي زي ما هي وبنزل الصفر بعدها. تعالى بعد كده قول أنا عندي أقواس وعايز أتخلص منها، فبضرب اللي بره القوس في القوس نفسه، فلما أجي أدخل السين على 3 سين تربيع، السين هتروح إيه؟ سايبة التلاتة وتخش على السين تربيع، تبقى سين أس 3، فينتج 3 سين أس 3. بعد كده ناقص 3 تدخل على السين أس 3، فالناقص 3 لما تتضرب فيها يطلع ناقص 3 سين أس 3. هتكتشف بعد كده حاجة مهمة جدا، إيه هي؟ إن أنت عندك هنا أسس متشابهة، يعني هنا س أس 3 وهنا س أس 3، وهنا مكتوب جنب دي المعامل بتاعها 3 والمكتوب جنب دي المعامل بتاعها 3. ده معناه إيه؟ معناه إن الاتنين دول واحدة موجبة واحدة سالبة، معناه الاتنين دول ممكن نختصرهم مع بعض، فأنا مشطب على دي ودي. فلما بتشطب عليهم إيه اللي يحصل؟ لما تشطب دي مع دي يتبقى صفر. يبقى معنى الكلام إيه؟ معنى الكلام إن أنت هيطلع لك في الطرف ده صفر، طب وأنت في الطرف اللي بعد يساوي فيه إيه؟ في صفر برضه. فيبقى كده الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر. الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر، يعني إيه الأيمن بيساوي الأيسر؟ يعني صفر بيساوي صفر. ففي الحالة دهيت بتقول له كلمتين بصاد بتاخدهم من رأس التمرين من فوق، تقول له إذا صاد أس صاد بتساوي س أس 3 بتعتبر حل للمعادلة التفاضلية اللي هي س صاد شرطة ناقص 3 صاد بتساوي صفر. دي القصة كلها. هو في سطر كده أنا ممكن أكتبه قدامكم يعني أوضح بيه الموضوع. إيه هو السطر ده؟ دلوقتي انت لما شطبت، شايف انا بشاور بالنقطة السوداء فين؟ لما انت شطبت ده مع ده اتبقى صفر، فالمفروض يبقى في سطر في الحتة دهيت تحتهم بيقول لي صفر بيساوي صفر، يبقى الايمن بيساوي الايسر. فممكن السطر ده اكتبه كده بره، اقول له اذا على، طبعا انتوا عارفين اذا اللي هي 3 نقط فوق بعض، صفر بتساوي صفر، صفر بيساوي صفر، ومعذرة على التعديل ده اللي ايه اللي حصل. صفر بيساوي صفر معناه تبدأ بقى تتكلم عن الخطوة الثالثة. اذا الطرف الايمن، بما ان الايمن بيساوي الايسر يبقى دي حلل دي. الكلام ده هيبان في المسائل اللي جاية، ان هيبان قوي ان بعد ما بختصر بلاقي الطرفين بيطلعوا قد بعض، سواء بقى الطرف ده كان فيه صفر وده فيه صفر، او الطرف ده فيه سين وده فيه سين، او ده فيه سين اس 3 وده فيه سين اس 3، لان ممكن يتبقى من هنا حاجة فلازم تساوي اللي اتبقى الناحية التانية. تعال نشوف الكلام ده في مسألة. التمرين دوت اللي هو موجود صفحة 11 صفحة 13 في الكتاب، بيقول لي اثبت ان ص بتساوي 1 على س اس 4 هي حلا للمعادلة التفاضلية س ص شرطة بتساوي سالب 4 ص. نقرا المسألة بهدوء. اثبت ان ص بتساوي 1 على س اس 4 هي حل للمعادلة التفاضلية س ص شرطة بتساوي سالب 4 ص. الخطوة الأولى بتقول لي نجيب التفاضلات الموجودة في المعادلة. أنا هنا عندي ص شرطة، مفيش غير إيه؟ غير تفاضل واحد بس اللي موجود. فبقول له تعالى نعمل التفاضل للدالة اللي فوق، بس هتقابلني مشكلة في الدالة. إيه هي؟ إن السين اللي أنا عايز أفاضلها موجودة تحت في المقام، ودي حتة ناخد بالنا منها. في قاعدة كانت زمان بتقول لي لما بتحب تطلع حاجة من تحت لفوق أو تنزل حاجة من فوق لتحت، في حاجة في المقام عايز تخليها بسط أو حاجة في البسط عايز تخليها مقام، الموضوع بسيط قوي، بتتغير إشارة الأس. فبالعربي كده سين أس 4 اللي موجودة تحت لما أحب أطلعها فوق
هتطلع مع تغيير اشارة الاسس، فتطلع بسين اسس سالب 4، فتلاقي الواحد موجود فوق في البسط، فالواحد دوت بيبقى جنب السين اس سالب 4، ما بيتكتبش الواحد ده. فالداله كده خدت شكلها الجديد اللي هو صب بتساوي سين اس سالب 4. بس انت كده لسه ما عملتش التفاضل، انت كده لسه بتهيئ الداله علشان تمهد وتفاضلها. طب بعد ما عملت الموضوع بتاع التهيئه ده، بقى عندك صاد بتساوي سين اس سالب 4، تعال فاضلها معايا. هتقول لي والله صاد شرطه سهله قوي، هنزل السالب 4 على السطر واطرح واحد من الاسس، يبقى لي سين اس سالب 5. بعد ما جهزت الصاد شرطه زي ما اتفقنا، الخطوه الثانيه ان انا اروح اعوض عن صاد شرطه وعن اي صادات موجوده في المعادله التفاضليه. بحط قدامي المعادله التفاضليه وابدا اعوض فيها. المعادله التفاضليه بتقول لي سين صاد شرطه بتساوي سالب 4 صاد، نقلتها ابدا عشان اعوض، السين تنزل زي ما هي بدون تعويض، الصاد شرطه تتشال وتحط مكانها ما يساويها اللي هو سالب 4 سين اس سالب 5، بعد كده علامه يساوي تنزل، سالب 4 تنزل، الصاد اللي مضروبه في السالب 4 يتحط مكانها سين اس يتحط مكانها سين اس سالب 4. سعادتك هتروح تفك الاقواس، فالسين لما تخش، السين بتخش على السين ما تخشش على 4، فالسين تخش على سين اس سالب 5. طبعا في حته مهمه جدا بفكرك بيها بتاعت زمان، بتقول لك لما تيجي تضرب سين في سين اس سالب 5 عند الضرب تجمع الاسس. عند الضرب تجمع الاسس، يعني ايه تجمع الاسس؟ السين اللي بره دي كان الاس بتاعها واحد بس مش مكتوب، فلما يخش يتجمع على السالب 5، لما سالب 5 يجي لها موجب واحد يروح مخفضها شويه يخليها سالب 4. والكلام ده لو انت مش قادر يعني عليه، بالاله الحاسبه تقول لي سالب 5 زائد 1 هتطلع لك سالب 4. فكده خلصنا احنا الطرف الايمن. طب تعال نروح للطرف الايسر، هندخل سالب 4 نضربها في القوس، فيطلع لك سالب 4 س اس سالب 4. في الحاله دهيت تبص للطرفين تلاقيهم قد بعض. فاكر لما انا رحت في الورقه اللي فاتت زودت كلمه صفر بيساوي صفر؟ هنا بردك بص كده، الطرف ده بيساوي الطرف ده، فبتقول له حيث ان الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر، فبتنقل كلام روتيني من راس المساله فوق، يبقى صاد بتساوي سين اس سالب 4 هي حل للمعادله، هي حل للمعادله التفاضليه سين صاد شرطه بتساوي سالب 4 صاد. اتمنى تكون الفكره وضحت والخطوات وضحت. براجع مع بعض الخطوات تاني قبل ما اقلب الصفحه. الخطوه الاولى نجيب التفاضلات اللي موجوده، الخطوه الثانيه نعوض بيها في المعادله التفاضليه، نكتشف نتيجه التعويض ان الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر، فبقول له كلمه ثابته في كل المسائل. الخطوه الثالثه دي ثابته في كل المسائل، بقول له بما ان الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر يبقى دي حل لدي. بسم الله. دلوقتي في عندنا مسألة موجودة في صفحة 19 في الكتاب، بتقول لي اثبت ان ص بتساوي الف واحد ه اس س زائد الف اتنين ه اس سالب س زائد س ناقص 4 تعتبر حلا للمعادلة التفاضلية الآتية، ص شرطتين ناقص ص شرطتين ناقص ص بتساوي 4 ناقص س. خد بالك ألف واحد وألف اتنين دي ثوابت، يعني أنا ممكن في الامتحان أكتب مكان ألف واحد دي 8 وأكتب مكان ألف اتنين دي 5، يعني أي ثوابت. هو عايز يثبت إن دي حل للمعادلة التفاضلية دي. باختصار ببص في المعادلة التفاضلية ألاقي فيها مشتقة من الدرجة التانية، بلاقي فيها صاد شرطتين، بس دي مش هعرف أوصل لها إلا لما أجيب صاد شرط الأول. ليه؟ لأن صاد شرطتين هي التفاضل بتاع الصاد شرطة. طب تعالى نبدأ واحدة واحدة، نبدأ نجيب صاد شرطة أولا، لأن مش هينفع أجيب صاد شرطتين مباشرة على طول. صاد شرطة بتساوي أبدأ أفاضل المسألة اللي معطاه ألف واحد مضروبة فيه أس س، تفاضلها بيتعمل إزاي؟ سهل قوي، دي دالة أسية والألف واحد ده ثابت جنبها. طب أعمل إيه في الحالة دي؟ أفاضل الأس وأضرب في الدالة نفسها. طب تفاضل الأس اله أس س دي أسها س، الأس اللي هو س ده تفاضله واحد، بننزل واحد اللي جنب السين زي ما اتفقنا قبل كده، فبقول واحد في الدالة نفسها اللي هي ألف واحد ه أس س. بعد كده أنا حاطط الواحد بين قوسين أهو اللي هو تفاضل الأس، عشان تبان العملية واحدة واحدة، برغم إن أنا كنت ممكن أقول أنا بضرب في واحد فمش لازم أبين الموضوع عشان الواحد محايد، ولكن أنا كتبت الواحد عشان تبقى الدنيا واضحة، وبعد كده هرجع إيه في الاختصار هستبعده. بعد كده تعالى للحد التاني من حدود المعادلة اللي بنفاضلها، ألف اتنين ه أس سالب س، إزاي بتتفاضل دي؟ خد بالك سالب س دي اللي فوق تفاضلها عبارة عن سالب واحد، فينزل على السطر فيتضرب في ايه؟ في ألف اتنين اللي موجودة تحت دي. وبعد كده نكتب الدالة كما هي، لأن بيقول لي تفاضل الأس في الدالة نفسها، ما ننساش الكلمة دي يا جماعة.
الدالة الأسية، التفاضل بتاعها عبارة عن ايه؟ تفاضل الأس في الدالة نفسها. بعد كده نروح نكمل بقية الدالة ومفاضلها، زائد س، تفاضل السين بكام؟ بواحد، الواحد اللي جنب س بينزل زي ما اتفقنا. بعد كده سالب 4 تفاضلها بصفر. دلوقتي هنعمل اختصار لأن في حاجات زيادة في التفاضل الأول فبختصرها. فببدأ أقول له أوسط شرطة بعد التصفيات عبارة عن أ1 مضروبة فيه أس س ناقص، ليه قلت ناقص؟ علشان موجب في سالب بسالب، موجب اللي هي بره القوس مضروبة في السالب واحد اللي جوه القوس. بعد كده أ2 ه أس سالب س تنزل، بعد كده زائد واحد ينزل، والصفر اللي في الآخر ما يتكتبش لأنه محايد جمعي. دلوقتي لما أجي أبص للتفاضل الأول هو كده مهيأ إن أنا أفاضله كمان مرة. طب ليه بفاضله كمان مرة؟ قال لك أصل المسألة عايزة صاد شرطتين، فعشان كده هروح أفاضل التفاضل الأول. طب تعالى نعمل التفاضل مع بعض. بالنسبة لألف واحد ه أس س، التفاضل بتاعها بيبقى عبارة عن تفاضل الأس في الدالة نفسها، يبقى واحد في الدالة نفسها تنزل، بعد كده ناقص ألف اتنين ه أس سالب س. بفاضلها إزاي؟ نفس القصة، تفاضل الأس في الدالة نفسها، يبقى سالب واحد ينزل على السطر ويتضرب في الدالة نفسها اللي هي ألف اتنين ه أس سالب س. بعد كده في عندنا في آخر السطر زائد واحد، تفاضل الثابت بيبقى بصفر، أكتب الصفر. دلوقتي هعمل اختصار عشان التفاضل التاني في شوية حاجات هنشيلها، هنشيل الصفر وهنشيل الوحايد اللي هما الزيادة دول. بس قبل ما انقل للصفحة التانية خد بالك، في النص سالب داخل على سالب واحد، واحنا عارفين من زمان ان سالب في سالب بايه؟ بموجب. فاعمل حسابك ان الاشارة هتتغير بتاعة الف اتنين. طيب نتنقل عشان نشوف التفاضل التاني هيبقى شكله ايه بعد ما شلنا الصفر والوحايد دهيت. نشوف الصفحة اللي دلوقتي التفاضل التاني بعد ما شلنا الصفر وضربنا في واحد وغيرنا اشارة الاشارة اللي في النص لان سالب في سالب ادتني موجب. هروح دلوقتي اعوض عن صاد وصاد شرطتين في المعادلة التفاضلية اللي معطاها في رأس المسألة، احط قدامي المعادلة التفاضلية عشان يبقى التعويض سهل، تكون المعادلة التفاضلية قدامي عشان هشيل حاجة واحط حاجة. اول حاجة هتقابلني صاد شرطتين، هيتعوض عنها ازاي؟ زي ما احنا شايفين هناخد التفاضل التاني اللي هو في اول سطر في الصفحة اللي قدامك ده ونعوض مكان صاد شرطتين. ليه ما حطيتهاش في اقواس؟ لان هي جايه في اول السطر فما فيش قبلها اي حاجة هتغير منها، ما فيش اي حاجة تضرب فيها. طيب بعد كده نكمل بقية التعويض، بيقول لي ناقص صاد. طب دي اعملها ازاي؟ اقول ناقص وبعدين افتح قوس واروح منزل صاد بين قوسين. صاد دي جبتها منين؟ جايه من رأس المسألة، أ1 ه أس س و أ2 ه أس سالب س، والسين والسالب 4 كل ده كان في رأس المسألة، بنزله بين قوسين كده عوضت عن الصاد. الكلام ده بيساوي في الناحية التانية 4 ناقص س. ببدأ أفك الأقواس. ففي ملحوظة مهمة جدا بنبهك عليها لأن كتير من الطلبة بيغلطوا فيها، لما أجي أفك قوس لو في قبل إشارة سالبة الإشارة دي بتخش على كل قوس تغير لي كل الإشارات اللي جوه القوس. بمعنى إيه؟ انا هبدا انزل دلوقتي الف واحد ه اس س تنزل زي ما هي، الف اتنين ه اس سالب س تنزل زي ما هي، بعد كده ابدا ادخل السالب على القوس، فالسالب هتخش على الف واحد ه اس س فهتغير اشارتها، وهتخش على الف اتنين ه اس سالب س فهتخليها سالب اتنين ه اس سالب س، وهتخش على الموجب س تخليها سالب س، وهتخش على سالب 4 تخليها موجب 4. بعد كده يساوي تنزل و سالب س تنزل. بعد كده اشوف في اختصارات في الجانب الايمن. اختصارات في نظرية في الرياضة اسمها نظرية الحدود المتشابهة، لو لقيت حدود شبه بعضها باشارات مختلفة اشيلها مع بعضها. فمثلا هيقابلني الف واحد ه اس س وفي زيها بعدها بحد اتنين تلاتة، الحد التالت مكتوب فيه سالب الف واحد ه اس س، فدول يتشطبوا مع بعض فانا مشطبهم مع بعض. بعد كده في عندك الف اتنين ه اس سالب س دي بالموجب، ا2 بالموجب، في بعدها بشويه بعدها بحد ا2 ه اس سالب س نفس الحد بالظبط بس بالسالب فيتشطبوا مع بعض. فما يتشطب كل الحاجات دي مع بعض يتبقى لك في الطرف ده سالب س هتنزل و4 تنزل، فبنكتبها عشان الموجب بايه؟ بيتكتب بيسبق السالب، فبنكتب 4 ناقص س كده، ده اللي اتبقى لي هنا. في الطرف الثاني الاقي موجود بردك نفس الكميه اللي هي 4 ناقص س، فأول ما بلاقي ده قد ده بقول له حيث أن الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر، إذا صاد
اللي هي بتحتوي على ألف واحد ه أس س زائد ألف اتنين ه أس س س زائد س ناقص أربعة، والألف ألف واحد وألف اتنين دول ثوابت، ص دي بتعتبر حلا للمعادلة التفاضلية اللي هي جاية في المسألة، ص شرطتين ناقص ص بتساوي أربعة ناقص س. وبكده يبقى خلصنا وأثبتنا إن الطرفين قد بعض. نشوف مع بعض مسألة تانية دلوقتي، هنشوف مسألة تانية على الدالة الأسية. بيقول لي اثبت ان ص بتساوي ه أس 9 س زائد 7 تعتبر حلا للمعادلة التفاضلية ص ناقص، افتح قوس، ص شرط على 9 اقفل القوس، بتساوي 0. الحل ببص كده الاقي مفيش غير ايه، ص شرط بس اللي موجودة، يعني انا محتاج التفاضل الاول بس، فبروح اجيبه كالآتي. ابص على الصاد عشان افاضلها، فلاقيها ه أس 9 س زائد 7 تتفاضل ازاي؟ تفاضل الأس في الدالة نفسها، تفاضل 9 س ب9 وتفاضل 7 بزيرو ما بيتكتبش، فبضرب في الدالة نفسها في ه أس 9 س زائد 7. الخطوة التانية أروح أعوض عن ص وص شرطة في المعادلة التفاضلية، أحط قدامي المعادلة التفاضلية وأبدأ أعوض في الطرفين عن أي صادات تقابلني أو أي ص شرطة تقابلني. أعوض عن ص به أس 9 س زائد 7، بعد كده أقول ناقص بين قوسين شرطة كسر، أشيل ص شرطة وأكتب مكانها 9 مضروبة في ه أس 9 س زائد 7 على 9 بتساوي، تنزل الصفر ينزل. أروح بعد كده ألاقي في اختصار، إن 9 اللي فوق تختصر مع 9 اللي تحت. ليه قدرنا نختصر 9 اللي فوق مع 9 اللي تحت؟ علشان 9 اللي فوق موجودة في شكل عملية ضرب، لو في زائد أو ناقص ما أقدرش أشيل 9 اللي فوق مع 9 اللي تحت، بس عشان 9 مضروبة في الهي فممكن أشيل 9 اللي فوق مع 9 اللي تحت. فلما بشيلهم مع بعض يتبقى لي من القوس ه أس 9 س زائد 7 دي بتنزل، طبعا بنزل المعادلة بترتيبها، في ه أس 9 س زائد 7 نزلت، والسالب نزل، علامة يساوي نزلت في مكانها، الصفر نزل في مكانه. هلاقي في اختصار ان ده يروح مع ده، فيتبقى لك صفر بيساوي صفر. في الحالة ده هي بتقول له حيث ان الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر، يبقى ص بتساوي ه أس 9 س زائد 7 بتعتبر حلا للمعادلة التفاضلية ص ناقص، افتح قوس، ص شرط على 9 اقفل القوس، بتساوي صفر. ضروري ناخد بالنا من ان الخطوة التالتة دي خطوة روتينية ممكن اجيبها من رأس المسألة فوق. دلوقتي كده وصلنا للثلاث خطوات، زي ما احنا شايفين كده الدرس معتمد على قواعد التفاضل، زي ما احنا شايفين الموضوع متكرر في كل مسألة، وده بيخلي الطالب عارف هو هيعمل ايه في المسألة. اخيرا معانا مجموعة تدريبات على المعادلات التفاضلية، بتنفذ على كل مسألة نفس الثلاث خطوات اللي فاتوا، وبتلاقي الطرفين قد بعض، فبتقول له اذا المعادلة دي تعتبر حل للمعادلة التفاضلية دي. ضروري تمرن ايدك على الكلام دوت، لان التدريب مهم جدا بالايد، ما ينفعش ابص مجرد النظر واقول اه دي حلها كذا ودي حلها كذا، لا لازم امسك القلم واطبق. اتمنى تكون المحاضرة الاولى وصلت واتفهمت، وان شاء الله نتقابل على خير في الدرس التالي من دروس التحليل العددي، اللي هو درس اسمه حل المعادلات التفاضلية من الرتبة الاولى. شكرا، تحياتي.